السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين وكل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جماعة فيديو جديد. طبعا يا جماعة الفيديو ده رسالة للتربو أبو حازم. طبعا محدش سمع الفيديو اللي هو نزله الراجل يا جماعة، بجد يعني أنا أول مرة أسمع فيديو ليه كده وأتأثر بيه جامد بجد. إن الكلام طالع من جوه، مش كلام طالع نعمل شو والكلام ده كله، لأ كلام طالع من القلب. يعني يا جماعة المفروض كلنا نعذره. ازاي يعني؟ هو أبو حازم مش عايز يزعلكم، وفي نفس الوقت هو نفسه تعب، يعني يعتبر تعب من اللي هو فيه. فطبعا يا أبو حازم أنا عارف إن أنت هتشوف الفيديو ده، فأنا طالب منك طلب واحد: عيالك ثم عيالك ثم عيالك ثم عيالك، يعني هم أهم من أي حاجة. يعني الحمام، يعني احنا مش عايشين عشان خاطر الحمام، يعني انا قلتها في كذا فيديو، احنا مش عايشين عشان خاطر الحمام. الحمام جزء من العيشة بتاعتنا، حاجة ربنا جعلها لنا متعة علينا، حاجة جميلة، يعني مش حياتنا كلها هتقف على الحمام. فانت يا ابو حازم شوف مصلحتك. بس نصيحة، نصيحة من اخ صغير: عيالك يعني اقعد جنب عيالك، مش عشان خاطرك انت، يعني عشان خاطر عيالك. عيالك لما بيبقى ابوهم جنبيهم بيحسوا بالامان، بيحسوا بالدفى، عن ما انت تسافر وتسيبهم. بص لنفسيتهم. وتاني حاجة، الغربة صعبة، الغربة صعبة. أنا عن نفسي لما بروح شغل مثلا في اسكندرية، شغل في بورسعيد، الأماكن دي كلها ببات يومين تلاتة. يعني أنا بلف في أسيوط وصواب والحاجات دي بشغل هناك، ببات باليومين تلاتة، بحس إن أنا الدنيا ضاقت بيا. أنت ما بالك بقى هتروح تقعد بالسنة والكلام ده كله. فهتبقى صعبة عليك أولا، صعبة على الناس اللي بيحبوك، صعبة على عيالك قبل أي حد. فأنت نصيحة يا أبو حازم بجد: اقعد جنب عيالك، اقعد جنب بيتك، حمامك خليه على قدك، على قد مجهودك. واحنا لو انت طالع لوحدك هنتفرج عليك، من غير حمام هنتابعك. يعني الحكاية مش حكاية حمام، الحكاية حكاية الشخص اللي احنا بنحبه، مش حوار ان احنا داخلين نتفرج عشان حمام والكلام ده كله. اه بنستفاد بمعلومة، بنستفاد بفرجة حلوة، بس في الاول والاخر احنا داخلين نتفرج على شخص محترم، شخص الناس كلها بتحبه. فحرام تسيب المحبة دي وتسافر، بجد حرام تسيب المحبة دي وتسافر. فنصيحة من أخ لأخوه: خليك أبو حازم معانا. فده كده فيديو يا جماعة بسيط، يا رب أبو حازم يكون شافه. كان معاكم يوسف صبحي، السلام عليكم ورحمة الله.